اليوم في ساعتنا هذه راح نتكلم وفي استشارات وحوارات في كل ما يخص الزواج وعقد القران مع مأذون الأنكحة الأستاذ جار الله الغامدي. يسعد صباحك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، حياكم الله جميعا، شكرا لاستضافتكم الإعلامية المميز. يا أهلا، أنت وفريق العمل، كما أشكر الإخوان المستمعين الكرام، وأرجو أن أقدم لهم ما يعودهم بالنفع والفائدة إن شاء الله تعالى في ذهابكم موقرة بإذن الله. بس أستاذ، أنك أنت فاتح سبيكر أو تكلمني من سماعة لأنه صوت شوي بعيد. ايوه كذا تمام كذا افضل. انا بس استاذنك، يعني الكل اللي حاب يعني يستشير الاستاذ جار الله الغامدي وهو مأذون أنكحة، او ممكن يعني عنده استفسار حول عقد القران وعقود القران ايضا، ممكن يشاركنا سواء عن طريق الاتصال او حتى عن طريق الواتساب الخاص بالاذاعه على الارقام التاليه 011 268 4488. أرقام التواصل موجودة أسفل الشاشة اللي قاعد تتابعنا عبر تطبيق MBC مود. أيضا نزلت تغريدة في حسابي الشخصي، إذا عندك سؤال لمأذون أنكحة إيش بيكون هذا السؤال. في البداية أستاذ جار الله، خلينا نبدأ معاك في محورنا الأول وهو يعني تقريبا المحور الأهم، عن ارتفاع المهور. هل ارتفاع المهور هو السبب الأول وراء عزوف الشباب أو بعض الشباب عن الزواج؟ اولا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المهر او الصداق او النحله او العطيه، هذا المسميات اللي مسمى واحد، وهو المبلغ المالي اللي يقدمه الزوج للزوجه بسبب عقد الزواج. للاسف انه يعني اصبح في ايامنا هذه انه بعض يعني اصبح من العوائق لبعض الزواجات وارتفاع المهور. هذه المهور قد يكون فيها شيء من المبالغة، جعلت بعض الشباب يعزف عن الزواج. يعني المتأمل في شريعتنا والذي يعرف منهج الإسلام ودعوته إلى تخفيف المهور وتحرصه على أن يكون يعني الصداق والمهر ميسر لتيسير هذه الشعائر العظيمة وهذا العمل الذي هو الزواج وبناء الأسرة وتكوينها ونشأة المجتمع نشأة صحيحة، يدعونا إلى أن نخفف المهور. الحمد لله بكل صراحة، الكثير والغالب في المجتمع ولله الحمد أنهم متعقلين في قضية المهور ويأخذون المبالغ الطبيعية، لكن هنالك أشياء أخرى ارتبطت بالزواج أصبحت تشكل عبء كبير على الزوج وتكون سبب في عزوف كثير من الشباب عن الزواج. يعني صحيح أن المهر ليس هو السبب الوحيد في نفقات الزواج. ايش الاسباب الاخرى اللي تكون يعني غير المهر؟ والله يا اخي، اول شيء وجود اشياء ثانيه، منها المبالغه في اسعار صالات الافراح، منها المبالغه في اكسسوارات الزواج واليه مناسبات الزواج والحفلات الغير مبرره والاعداد الهائله من المدعوين واشياء كثيره. صحيح. مع العلم ان مرينا بتجربه كورونا وراينا زواجات كثيره نجحت بعدد بسيطة من الناس واستمتعوا وتم الزواج بكل سلام، ولكن للأسف بدأت ترجع مرة أخرى اللي هي المبالغة في حفلات الزواج والإكسسوارات الزواج، ممكن نسميها إكسسوارات الزواج من مناسبات وطقاقات وإلى آخره. نعم. فهذه شكلت عبء كبير أيضا على الأسر وعلى المتزوجين، جعلتهم يتراجعون في قضية الزواج. جميل جدا. تسمح لنا نأخذ اتصال بعد إذنك؟ تفضل. ألو، صباح الخير. على صباح النور، حياك الله، يا هلا وسهلا، مين معانا؟ الله يحييك، ابو تركي من الطائف. هلا يا ابو تركي، تفضل سؤالك يا للاستاذ جار الله. حبيبي استاذ جار الله، بخصوص العقود الانكحه، هل في عقود الكترونيه وعقود على ورق نفس النظام القديم لا زالت، ولا يعني مثلا بتزوج مثلا مسيار؟ بالنسبة للعقود، العقود المعتمدة في الدولة عندنا والتي يترتب عليها الأحكام القضائية هي العقود الرسمية، عشان نكون صريحين وواضحين في هذا القضية. يعني الدولة جعلت برنامج يعني مميز في العقود الزوجية
بين الطرفين وإثباتها اللي هي العقود الإلكترونية لحفظ الحقوق وتثبيت الزواج وما ترتب على الزواج من تسجيل الأبناء من إثبات الزوجة ومن حقوقها من أمور الأمور هذه كلها، إلا أن قد يلجأ بعض الناس إلى ما يسمى بالعقود الشرعية والعقود الورقية، لكنها لا تحميهم في حالة الخلاف والخصومة. والأفضل للإنسان عندما يتزوج يتقيد بأنظمة البلد وقوانينها وأنه يعقد بعقد رسمي وهو الأفضل. فيه نقطة قد يسوء فهمها، وهي أن بعض الناس يخلط بين المسيار وبين التوثيق الزواج، يعني طريقة الزواج سواء مسيار أو زواج عادي وبين التوثيق. قد يكون زواج مسيار وموثق رسمي، وقد يكون زواج عادي وموثق توثيق كتابي، ولكن هذا خاضع لتراضي الطرفين، يعني طرفين الزواج. يعني بعض الأسر تقول لك لا نحن ما نبغى التوثيق الرسمي، ما أدري إيش السبب، قد يكون لهم معارف أخرى فيلجوني للتوثيق الورقي. لكن هذا التوثيق الورقي ترى ما يحمي، ينبغي لنا الحذر والتقيد بأنظمة البلد، التقيد بما رفعت وزارة العدل الآن وطورت من كثير من أنظمتها في مجال العقود وإثبات البيانات، لأن ترى هذه أمور يترتب عليها مسائل أخرى، إثبات نسب، يترتب عليها إثبات حقوق، يترتب عليها أنظمة في البلد من ضمان ومن حقوق مالية وغيرها. فالأفضل الإنسان أن يتقيد بأنظمة البلد حتى لا يكون عرضة لمساءلات أو غيرها. طيب كيف يطلع على هذه الأنظمة؟ كيف يكون عنده اطلاع كافي على هذه الأنظمة؟ إيش المنصة اللي يتوجه لها؟ أستاذ أحمد، بالنسبة للاطلاع الحمد لله نحن في بلد مفتوح، يعني التقنية موجودة، ممكن تسأل تستفسر عن طريق وزارة العدل، ممكن تسأل عن طريق المأذونين زي كذا، ممكن تسأل عن الحمد لله ما في شيء يجهل الآن. لكن قد يجهل بعض الناس إنه هو يبغى يخالف النظام بطريقة معينة، إنه قد يقول أنا محرج ما أبغى أنا أوثق العقد، لأن أصبح العملية الآن يعني توثيق العقد أصبحت زي ما تقول مكشوفة، بحيث أنه لو تزوج قد تظهر للزوجة الثانية، فيقول لا خل العقد بين عقد شرعي. لكن ما يدري طيب حصل حمل، حصل شيء، حصل كذا، بحاجة إلى أوراق رسمية، بحاجة إلى تثبيت. فما ينبغي أن نتساهل في هذه الموضوعات قدر المستطاع. في سؤال جاني على طاري الزوجة الثانية، في سؤال على التغريدة من المشهداني يقول هل الشرط أو شرط عدم الزواج من الثانية جائز وملزم؟ والله شروط الزواج تنقسم إلى قسمين، في شروط صحيحة وشروط فاسدة. حتى وإن شرطها ووافق عليها، يعني لو جت امرأة وقالت من شرط أنه ما يتزوج علي، هذا شرط يعتبر من ناحية الصحة ممكن أن تشترط، لكنه لا يفسد عقد الزواج، الزواج يعتبر صحيح. بعدين ما ردوا لها هل تبغى تستمر أو لا تستمر، يعني لو على سبيل المثال قدمت طلب فسخ نكاح بسبب هذا الشرط يحق لها أن القاضي خلاص اشترط هذا الشخص على نفسه أنه يتزوج، لأن هذا حق شرعي له الزواج، أسقطوا بالموافقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فكون توافق على امرأة أنك لا تتزوج عليها ثم بعد ذلك تذهب وتتزوج عليها ثم هي تطالب القضاء بفسخ الزواج بحجة أنك ما وفيت لها بهذا الشرط، هذا من حقها الشرعي، وللقاضي أن يحكم بفسخ النكاح وليس لك أن تسترد مالك. جميل جدا، احنا ناخذ اتصال بعدها نروح إلى محورنا الثاني اليوم. ألو، يسعد صباحك. السلام عليكم. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا وعليكم السلام، من معنا؟ معك عبد الرحمن أخني فريق. هلا يا عبد الرحمن، تفضل سؤالك للأستاذ جرالة. حبيبي عندي الاستفسارين، الأول هل يحق لي أني أطلب أنها ما تسافر مثلاً خارج المملكة أو تطلع من البيت إلا بإذني في العقد، يعني هل يحق لي هذا الشيء؟ والشيء الثاني هل يحق لي أني أطلب أنها تقوم في بيتها في العقد؟ لأن كان لي تجربة سابقة فكان عندي مشكلة فيها برضه، فهل يحق لي في العقد أني أطلب الشيء هذا ولا لا، أنها تقوم في بيتها من نظافة من أشياء ثانية؟ جميل، شكرا لك. عبد الرحمن تفضل. الأستاذ جرال. هلا عبد الرحمن، الله يحييك، الله يستر من عمرك. بالنسبة للاشتراطات الشرعية، هناك اشتراطات يعني تسمى اشتراطات عامة، اشتراطات العامة زي شيء العشرة بالمعروف، يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا، أن تعاملني بمثل ما أعاملها، يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا، منها زي ما ذكرت أنت أنها مثلا لا تسافر الجمهور، هذا أمر حق شرعي لك أنت أصلا، يعني بدون أن تشترطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرى أو خروجها من دون إذن بيتها، هذه أشياء شرعية يجب علينا أن نتقيد بها قدر المستطاع، وإذا اضطرت المرأة هذا شيء ثاني. كونك لازم إلا تسجله، هذا مرده لك أنت،
ويجب عليها شرعا أن تفي به حتى لو ما سجلت، لأن هذه من الأشرة المعروف. يعني على سبيل المثال بعضهم الآن يقول لك يا أخي المرأة ما تخدم في بيتها ما تعمل، هذول اللي ينادون بمثل هذه النداءات يعني يستندون إلى بعض المبررات إنه والله المرأة للفراش. لا، المرأة ليست بهذه الصورة. المرأة والحياة الزوجية أكبر من هذا بكثير. يعني كل جزئية الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة مختصرة بسيطة، قال ولهن مثل الذي عليه. أنت على سبيل المثال لو جيت تطبق القاعدة حقتهم الآن وجيت تقول والله خلاص أنا لها مني أن أعاشرها، أكلها شربها سكنها، وديني سفرني جيبني خرجني وديني العيادة الفلانية وديني المكان، لا 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 أنا لست مطالب. فلو جلسنا نطبق هذه الأشياء في حياتنا ما ننجح أبدا. إذا ما في احترام وتقدير للحياة الزوجية وقدسيتها واعتراف كل الأطراف بأن هذه حياة تسعى لإسعاد الجميع، الزوج والزوجة وكل من يحيط بهم. جميل. فكوني لازم إلا أقعد أسجل كل صغيرة وكبيرة ترى أتعب في هذا الموضوع، وقيامها ببيتها هذه مسؤوليتها. وهذا الذي عليه أمهاتنا وأجدادنا والناس من قديم الزمان. لأنك لو جيت هي الآن وقالت أنت هذا كان ممكن أنت تحاجها بأشياء أنت قاعد تقدمها لها، لو طبقت عليها القاعدة هذه تخسر هي كثيرا، تخسر المرأة كثيرا. جميل. لكن خلينا بس أنا يعني هو أعطانا محور الآن، يعني طيب هذا الشيء لو صار مثلا ويعني سافرت المرأة أو ترغب بالسفر مثلا خارج المملكة أو أيا كان، ولكن ما هو مذكور في عقد القران أو أحد شروط العقد، في هذه الحالة هنا إيش يصير؟ والله شوف عزيزي، بالنسبة لمثل هذه الحالات أن المرأة خرجت مسافرت بدون إذن زوجها، هذا مرده لشخصية الرجل ومرده لتنازله مثل هذه الموضوعات. بعض الناس يتنازل وكان ما سوى شيء عادي طبيعي بالنسبة له، وما له ضابط أن نقول له لا والله هو القانون رقم كذا والمادة رقم كذا. لا، إذا هو موافق وخلاص مشت الأمور الحمد لله. إذا هو ما هو موافق فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من الخلاف الذي يدخل فيه إلى الصلح. الله سبحانه وتعالى يقول إمرأة خافت من بعليها نشوزا وعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم. فلا بد من الصلح وإدخال أول شيء التوجيه، أن يوجه هذه الزوجة إلى أن هذا الكلام ما يجوز وما ينبغي. إن أصرت المرأة على هذا الأمر فالحق أن يتخذ الإجراء الذي يشوفه مناسب. والله سبحانه وتعالى أعطانا العلاج في مثل هذه القضايا، الله التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن الضرب إيش غير مبرح. ولكن متى يكون الضرب؟ بعد إيش؟ بعد النصيحة والتوجيه، بعد الهجر، ثم بعد ذلك يصل إلى النقطة الأخيرة التي قد يصل إلى الضرب. ما استقامت الحياة زوجية في مثل هذه الأمور فلا الحق أن يطلق. طيب بيده. جميل. قانونيا الضرب قانونية بالنسبة للضرب المرأة، بالنسبة للضرب المرأة حتى القانون ما يعارض بالنسبة للمعتدل سواك، يعني حتى مسماه ضرب أصلا مسماه ضرب ليس بالصورة التي تتخيلها كثير من الناس. يعني الواحد الآن ممكن يسمع يبدأ يروح والله يقول أنا أضرب عادي. لا، الله سبحانه وتعالى وضح لنا هذا كلام نص قرآني، ما فيه تنازلات. يعني احنا ما أقول له ندعو لنا والله أضرب المرأة هنا، لا، لكن السؤال هنا هل نصحتها؟ هل وجهتها؟ هل حجرتها في المضجع؟ متى وبعد ايش؟ بعد فترات طويله من العلاقه ومن المشكله اللي حصلت. اما انه بمجرد انه يجي يعتدي عليها بضربها ضرب غير مبرح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد احدكم الى امراته فيجلدها جلد العبد ثم يضاجعها، يوبخ عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. حتى وإن اخطأت المرأة، حتى وإن حصل منها قصور، وإن حصل منها شيء ينبغي لك أن تتنازل. لكن لو فرضنا عند أسوأ الاحتمالات أنك رجل أخذت بهذا الأمر، لكن كيف يكون الضرب؟ الضرب أمر خطير على المرأة وعلى نفسيتها. كونك أنك تتساهل أنك تعتدي عليها بضرب مبرح أو بأشياء يترك لها أثار، إنما هو ضرب يسير، يعني عود من أراك تضرب بطرف كتفها، ما كأنه شيء ولا تحسه أصلا. هو مسألة نفسية أكثر من كونها مسألة جسدية. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم. يا رب العالمين. أستاذ جار الله، أنا أستاذنك وأستاذن أستاذ المستمعين، بفاصل قصير ومن بعدها راجعين نتكلم. وسؤالنا القادم، متى يرفض مأذون الأنكحة إتمام عقد الزواج؟ أستاذنك بفاصل قصير ومن بعدها راجعين، خليكم معنا على السمع. السعودي
خبر مهم لكم، تدرون أننا فزنا في فيرجن موبايل بجائزة أفضل مشغل افتراضي رقمي للهاتف الجوال في مؤتمر MVNO العالمي 2022؟ وش تستنون؟ حملوا تطبيق فيرجن موبايل وشوفوا بنفسكم ليش فزنا. بسرعة عطني رقم بطاقتك. لا. الرقم السري. لا. رمز التحقق عشان التحديد. لا. ما في جهة تطلب منك هالمعلومات، فكر مرتين وانتبه من الاحتيال، فكر مرتين، خليك حريص. صباحكم سعودي، صباحكم سعودي مع أحمد الهاشم. حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا، استشارات وحوارات في كل ما يخص الزواج وعقد القران مع مأذوننا لنكحة جار الله الغامدي. يسعد صباحك من جديد. يسعد الله صباحك. يا أهلا وسهلا أستاذ جار الله. متى يرفض مأذون الأنكحة إتمام عقد الزواج؟ بالنسبة لرفض مأذون الأنكحة لإتمام عقد الزواج لا يأتي بكل الأحوال، لا يأتي إلا في بعض الحالات التي يصل إليها، وهذا كان يعني في الحالات الأولى من الزواج قبل العقود الإلكترونية. كان ممكن لمأذون الأنكحة أن يرفض في حال، على سبيل المثال، إنه ما كانت الأوراق مكتملة. يعني كنا لما نذهب إلى العقد نأتي بالأوراق ونسجل البيانات، فتجي مثلا بعضهم يقول ما في الوثائق الرسمية، ما هي موجودة. تجد مثلا ولي البنت بطاقته الوطنية غير موجودة. تجي مثلا للزوجة عقد النكاح الأصلي، عقد الطلاق إذا كانت مطلقة غير متوفر. في الحالة هذه يضطر مأذون الأنكحة إلى الاعتذار عن إتمام العقد من ناحية رسمية. تمام. هذا مثال. مثال آخر، اختلاف الأطراف. يعني تجد أنهم يعني في حالات تجد أنهم اختلفوا مثلا في قيمة المهر، وبدأ الخلاف والمشاحنة، وبدأ تصل إلى درجة أنه ما في تقبل للصلح أو الاتفاق على مبلغ معين للمهر، يؤدي إلى يعني إلغاء المأذون القيام بهذا العقد، أو وجود يعني أشياء مخالفة للنظام في هذا العقد، فيضطر المأذون إلى أنه يلغي الاستمرار في العقد ويتركهم حتى يكتملوا الأوراق النظامية وفحص طبي وغيره. هذه من الحالات. جميل جميل جدا. تسمح لنا ناخذ اتصال؟ تفضل. ألو صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معانا؟ الله يعطيك العافية. خضر الغامدي. الله يسعدك. دخيل. خضر الغامدي. هلا يا خضر، تفضل سؤالك للأستاذ جرب. أبغى أسأل الشيخ المأذون الشرعي، هل الزواج من الرابعة أو الثانية أو الثالثة جائز أو لا؟ أبغى أسأل السؤال هذا بس، وبعدين أسأل السؤال الثاني. الزوج الرجل بعد الزوجة يعني؟ أيوة. تعدد الزوجات جائز أو لا؟ تعدد الزوجات أمر من شرع الإسلام، الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث وربع. طيب، وهل تسجيله في العقد بعدم الزواج ما هم منع؟ هذا زي هذه امور. حتى المرأة مثلا لو اشترطت مبلغ مالي معين، او اشترطت مثلا انتقال لعمل وظيفة، او اشترطت اي شيء اخر، او اشترطت اي شيء اخر من الحقوق الشرعية المباحة، ما في شيء. وهي الآن لما تشترط تقول لك أنا ما أستمر، إذا أنت بتتزوج علي أنا لا ما أستمر معك، فمن حقها أنها تشترط الشرط هذا. مسألة الخلاف قضائيا بعدين فيما حصل بينكم مرد للقضاء في هذه النقطة. يعني لو حصل أن والله قمت وتزوجت عليها ثم رفضت الاستمرار في العلاقة الزوجية، لأن في نساء حتى ما تشترط أصلا ويقوم زوجها يتزوج عليها، ترفض أن الاستمرار مع زوجها وتذهب لخلوه وتذهب مثل هذه الأمور. يعني انت ممكن تريد ان تذهب الى انه حل المبرر هذا يعتبر. يعني لو جاء واحد اشترط في عقد الزوج ان اشترطت عليه ما يتزوج عليها، تمام، واخر ما اشترطت عليه، ثم بعد فتره هذا تزوج وهذا تزوج، الذي اشترطت عليه زوجته انه ما يتزوج تفارقها بدون ان يدفع شيء، لان اشترطته هذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن على شروطين، والذي ما اشترطت وتزوج عليها وأرادت الانفصال ما يحق لها إلا بالفسخ، يحق لها الخلع، أنها تعيد المبلغ المالي اللي دفعوا لها حتى تخرج من هذه الحياة الزوجية. قد يكون هذا هو جميل. الفرق بين الحالتين. جميل جميل جدا. برضو معانا سؤال هنا وصلنا عن طريق الواتساب، يقول فسخ عقد متى يرجع لي حقي ومتى أتنازل عنه أو يعتبر حقها شرعي؟ بالنسبة للحالة هذه اللي هي إرجاع المهر، متى
أول شيء في نقطة لابد أن نوضحها، فراق الرجل للمرأة له ثلاث حالات، إما بطلاق وهو في حالة أن الرجل يكره المرأة ويبغى خلاص ينفصل عنها فيقوم ويطلقها، طبعا دفع مهر خسر خسائر خلاص هو مقابل أن هذا الأمر طلق ما يطالب بشيء ما دام صدر الطلاق منه، هذه الحالة. والحالة الثانية أن المرأة يعني لا تستطيع الحياة مع الرجل وتبغى الانفصال منه، فيسألها القاضي عندك مبررات شرعية؟ ذكرت مبررات، لكن هذه المبررات ما تعتبر مبررات مقبولة ليش لهذا الطلاق، فالقاضي يلزمها أنها تعيد المبلغ المالي الذي دفعه لها والذي نسميه الخلع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة فطلبت الانفصال من زوجها وقال ذكرت مبررات يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها صحيحة في إلغاء هذا الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تردين علي حديقة ويطلق؟ قالت نعم يا رسول الله، قال اقبل حديقة وطلقها، فهذا يسمى الخلع، وهذا في حالة إذا ما كان من الرجل قصور، في نفور من المرأة من الرجل ولم يكن هناك قصور من الرجل، من المرأة نافرة منه ولكن ما منه قصور، في هذه الحالة القاضي يقول له خلاص أعيدي مبلغ المال الذي دفعه لك ثم يخلعك، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الفسخ، أن تأتي هذه المرأة فتجد في هذا الرجل عيوب، مدمن مخدرات، مريض نفسيا، إنسان فيه خلل في دينه أو في أخلاقه أو سلوكياته، فتذهب للقضاء وتشتكي أن هذا الرجل في هذا الأمر، فالقاضي فيطلب من القاضي أن يطلقها بعد ما يتثبت القاضي من هذا الأمر، يطلب من يطلقها، فإذا رفض الطلاق فالقاضي أن يفسخ العقد، والفسخ إلغاء هذا الزواج بأمر من القضاء ليس من الرجل، من الرجل نفسه، ويعتبر الزواج الآن مفسوخ ومنتهي، وتستبرئ المرأة بعدها بعدة، ثم تتعدى من الشهر واحد، ثم إذا أرادت أن تتزوج رجل غيره تتزوج ولا تعيد المبلغ المال الذي دفعه لها، هذا يسمى فسخ. جميل، بس يعني في وقت محدد مثلا ينص عليه النظام في حال فسخ العقد أنه يرجع له حقه الرجل مثلا؟ لا، فسخ العقد ما في إرجاع لحقه، في الخلع فيه إرجاع، ولكن مثلا لنفرض أن المرأة ما عندها، القاضي في هذه الحالة يحوله إلى الحقوق يعني لأنه حق مالي، يحوله إلى الجهات المختصة في هذا الموضوع، بحيث أنه والله إما أن يقصد حتى إذا أنتهت من هذا المبلغ أصبحت في حل، وإما أن تدبر أمورها بإرجاع هذا المال. يعني يقصد على الزوجية يعني. نعم، ممكن يقصد حتى يستوفي حقه. أستاذ جار الله، حكي لنا كذا، إيش أغرب شروط الزواج اللي مرت عليك؟ الله يا أخي، بالنسبة ل يعني هذا المجتمع يعني تجد أن الاتفاق موجود في الغالب، من الحالات احنا كمدونين ما نجي لو كل شيء جاهز، يعني تجد انه الشروط والامور والناس متفقين عليها، خاصه بعد العقود الالكترونيه لان الزوجين يسجلونها ويتفقون عليها مبدئيا ويكونوا مقرين قبل ما ياتي الماذون، يعني العقود الالكترونيه لا اخفيك هي ريحتنا كثير من هذه الناحيه. لكن هذه يعني تجارب قديمه مر علينا يعني خلال العقود لاكثر من 26 سنه في عقود الزواج، يعني بعضهم مرة واحد راح يتزوج امرأة ولما جينا ناقد سألنا، وهذا من الأخطاء أنه تجد أن يكون في اتفاق على الزواج لكن للأسف ما يكونوا مجاهدين لاتفاق المهر والأمور هذه، فقالت أنا أبغى مهر ريال واحد فقط. ريال واحد فقط؟ ريال واحد فقط، المهر أكسب المهر ريال. طيب، ولكني أنا يعني مؤخر 100,000 ريال، المؤخر أبغى 100,000 ريال. طبعا الزوج ما كان يعني احنا ما اتفقنا على هذا الشيء يعني، لكن اقول لك اقتدر ان شاء الله ما يصير الى خير. طيب، في الحالات هذه يعني تصير مشاكل، وللاسف انه ما مر فتره الا وصارت المشاكل وبدات المطالبات والقضايا في مثل هذه الامور. ليش؟ ايش المشاكل اللي ممكن تجي من وراء هذه؟ يعني هو يعني ايش المشاكل؟ ايش المشاكل؟ المشاكل تكون انه في طعن في النيات، والجهات يقول لها طيب انت اصلا ما قصرتي في واجباتك وصارت المصادمات بيني وبينك اللي تبغين المؤخر، انا ما اطلق. بدات المشاكل وبدات القضايا والمحاكم والامور هذه. لكن لما يكون الامر واضح من البدايه، هي الخطأ في الأمر إنها ما اتفقت من البداية، وما اتفقوا ما من البداية إنه سيكون هنالك مؤخر 200,000 ريال. فاجأوه وقت إيش؟ وقت العقد، وهو استسهل. وأنا أحذر يعني، وأنا أقول والأخوان يسمعوني، في العقود هذه عقود أنت مسؤول عنها، فعندما تكتب شيء تأكد إنك قادر على القيام به وراضي به وتحمل تبعاته. الأوراق هذه ترفع فيها قضايا وتوصل للجهات المختصة وتطالب بها وتدفع وأنت ملزم بدفعها. فخليك واضح من البداية، إذا حصل مثل هذا الموقف أفضل الزواج.
جميل. ترى نحن الآن أصحاب ونحن الآن كويسين، لكن ما ندري إيش يستجد مستقبلا من خلافاته. هذه بعض المواد، وهم الأمور برضو يعني تجد بعضهم يشترط مبالغ معينة، أحيانا قد تكون مبالغ مبالغ فيها، وربنا يصلح أحوال الناس. المهم أنه ما يكون في استهتار في كتابة العقود. ما هي ولا لا نستهتر يعني، حتى للأسف ترى من الكويس أن نبهتني على القضية، أنه بعض الأخوات في تقول خلاص أنا يا أمي أنت استلمتي مهرك، قالت له استلمت. لا، لما تجي وتكتب أنها تقول قررت أنها استلمت مهرها، تجي بعد ذلك ما أعطاني ولا ريال. إذا حصل مشكلة طيب أنت مقرة أنك استلمتي، حتى أنا واثقة، ما في حاجة اسمها أنت واثقة ولا في حاجة أنتم واثقين. إحنا في هذه الأمور بحاجة إلى تثبيت. الله سبحانه وتعالى يقول يكتب بينهم كاتب بالعدل، يعني الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولا تقر المرأة باستلام شيء ما استلمته. أنا وقفت على حالات وجدت المرأة أقرت أنها استلمت شيء وهي ما استلمته. يعني قد يكون بكل صراحة، قد يكون شيء من التقارب بين الزوجين قبل الزواج، وقد يكون في علاقة عاطفية، وقد يكون في ثقة من الطرفين، ثم بعد ذلك يعقدونه والرجل ما يكون عنده المبلغ المالي الكافي، وتوافق المرأة وتقر أنها استلمت، ثم يحصل خلاف وشقاق، ثم بعد ذلك تبدأ تقول لا والله أنا ما استلمت. طيب أنا إيش أسوي كمأذون ووثقت لكم هذا الأمر إنك استلمت حقوقي ومسجل في العقد ومسجل، إيش يعني إيش تبغين نسوي؟ إقرارك أنت أمام الشهود وتوقيعك والأمور هذه كلها تدينك. وإذا جاء يطلقها وهي كرهت الرجل وطالبت بالخلع، ستلزم بدفع المبلغ حتى لو ما دفعت. إذا كان ما يخاف الله سبحانه وتعالى وأصر إنها استلمت المبلغ وأمام القضاء، كل الأدلة معه. فالحذر الحذر من هذا الأمر. نعم، موضوع مهم جدا وضروري جدا الواحد يحذر وما يستهتر اكيد في هذا الموضوع. طيب تكلمت قبل شوي عن المهر الريال، وخلينا شوي نروح الى جانب المهور. تشوف انه مثلا ممكن انه يوضع حد اقصى للمهور مثلا مستقبلا؟ ما يا اخي انا اقول لك يعني متامل للاوضاع المجتمع بشكل عام، ما في يوم المهور التي تدفع معقوله يعني بكل صراحة. يعني أنا مثلا أنا بيئتنا ومنطقتنا، والله أنا زوجت بنتي مثلا أخذت مهر 50,000 ريال، زدت عليه 10,000 ريال ورجعت بيت الزوج. لأن إحنا عندنا إيش فكرة المهر عندنا؟ المهر إيش هو المهر؟ المهر هو جزء من مصاريف الزواج. يعني أنا كزوج أثث بيتي وأجهزه. طيب المرأة لها خصوصيات، لها أشياء هي تعرف تشتريها، أنا أقوم أعطيها هذا المهر، تشتري منه ذهب، تشتري منه عطور، تشتري منه ملابس، تشتري منه أغراضها خصوصياتها، وتعيدها أين؟ تعيدها في بيتي. يعني فالمهر ما هو كما بعض المجتمعات أنت تدفع المهر 30,000 20,000 ريال وما يرجع لك من شيء، ما تشوف من فائدة. تجيك المرأة ما عندها ولا شيء، وتبدأ أنت ليش تصرف وتنفق عليها. الآباء، آباء النساء اليوم وآباء الزوجات، تراهم يتحملون أيضا جزء من هذا المبالغ ويدفعون، والله الحمد لله المجتمع يعني حريصين على إسعاد المرأة، وأنها تشعر بهذا الزواج أنها يعني دخل لها شيء جديد في حياتها وتمتعت واستفادت مما الله سبحانه وتعالى شرعه لها. كوننا ننادي ونقول لك لا خفضوا قلصوا المهر، الشيء المبالغ فيه نحن ضده، والشيء الذي فيه كلفة والله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى مرة من المرات في الصحابة وجماعهم على أساس أن يضعوا هذا القاعدة، إنهم يحددون المهر. فقامت امرأة من بين النساء فقالت يا أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال أصابت المرأة أخطأ عمر. فهذا مرد لاتفاق الناس واجتهادهم ومراعاة طرف بعض الباب. أنت إنسان تبغى ستر بنتك يا أخي، خليك معتدل في طلباتك، خليك معتدل. فإحنا ما نشكي للأسف اليوم، ما نشكي من المهر لوحده، إحنا نشكي الآن من تبعات أخرى في الزواج، من طقاقات ومن كوشات ومن هذه النقطة. ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه في مقطع متداول محادثة بين زوج وزوجته، أعطاها مهر 80,000، وهو طبعا مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أعطاها مهر 80,000، بعدها جت بعد كم يوم طلبت قالت أبغى 20,000 زيادة لأنه ما كفاني. للأسف أنا كان مر علي لأن ما وضعته في المكان المناسب. أنا أقول بكل صراحة يعني هذا هو اللي اتبعت. تجي له راحت على محلات الزينات، وراحت على التنفيخ، وراحت على النحت، وراحت صح. على أشياء مكلفة. أنا تزوجتك راضي بك بهيئة اللي رأيتك أنا بها، أنا ما دفع ذلك المهر عشان تروح تعدل هذا الشيء. أنا لو دفع لك 500,000 ريال ما بتكفيك.
وتعجز يعني, يعني تعجز الشباب حتى يعني تخليهم يعني يفكرون في أشياء كثيرة, والشاب يعني يكون على عاتق الديون, وهذا الشاب مديون برضو ذكر أنا مديون يعني, فكيف أقدر أوفر له هذا الشيء وكيف أقدر أرضيه؟ مرد للعقليات وللتربيات يعني الآن لما يكون أب حريص على بنته وإنسان واعي حريص على زوجته, للأسف إنه الآن في تغيير عند نظرة البنات للأزواج, الظاهر إنها تفكر إنه بطاقة تصرف فقط يدفع. لا, لما تحس إنها زوجة جاءت لتبني حياة, لتأسس مجد, لتأسس رجل, لتبني أسرة, لتنشي رجل يكون بسببها غني, ما يكون بسببها فقير, ما يكون بسببها مهدود مهزوم في حياته. نعم, فلو إن كل واحد منا يفهم النقطة هذه, إن كل واحد جاي داخل يسعد الآخر, أنت رجل جاي تسعد هذه الإنسان, الإنسان هذه جاي تسعدك, الله سبحانه وتعالى أعطانا هالقادة لهن مثل ذيارهن. نعم. ما تجي تأتي ما شاء الله تبارك الله تثقل كاهلك بالديون وثم بعد ذلك تبغى تسعدها, كيف تسعدها؟ أنا لما أجي وأطلع أني متزوج 250 ألف ريال على أقساط لمدة 10 سنوات كل شهر 4000 ريال وراتبي كله 8000 ريال, كيف أستأجرها؟ كيف أمشيها؟ كيف أخرجها؟ بي 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 بسبب سعادة شهر أو أسبوع ثم نرجع نعض أصابع الندب. نعم صح, فلا بد نكون في وعي من الطرفين, وهذه طبعا اكيد ما هي نموذج لكل أيوة البنات, في يعني في الحمد لله كثير من البنات اللي فيهم الخير والبركه واللي يرضون باقل الاشياء صراحه. استاذ احمد, وانا ما احب اطيل عليكم, ما نبغى احنا نسوي صوره الزواج ونخيف ونسبب ارهاب اجتماعي بسبب الزواج. ترى الزواج والله ايسر, اقسم بالله لو وقفت على حالات من الزواج, يعني صح احنا ذكرنا جوانب سلبيه, وقفت على حالات من الزواج قسما بالله على عصير, اقسم بالله وقفت على حالات كثيرة من الزواج والله على ذبي حجبناها وقت بعد العقد وأكلناها وأخذ زوجته ومشهد. ففي ناس يعني متباهمين, ناس واعين, ناس يريدون أن من الزواج حياة, يريدون من الزواج سعادة, ما يريدون من الزواج عذاب. والخير موجود في المجتمع الحمد لله, وربنا يحفظ الجميع. اللهم أمين, والله يتمم على كل الأزواج المقبلين إن شاء الله على الزواج, والزواج جدا جميل والأمور سهلة ويسرة. شكرا لك أحمد. في نقطة بسيطة, فضل. جهود الدولة لا تنكر. نعم. جهود الدولة في مساعدة الشباب على الزواج والقروض التي تقدمها للمعسرين والراغبين في الزواج, الأمور ترى هذه يجب ألا نغفلها, ونشكر ولاة أمرنا وحرصهم على إنجاح الأسرة المسلمة ومساعدة شبابنا على الزواج يجب أن تبرز. نعم, جهود ونسأل سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويجعلهم عون على كثير من الأمور التي تعين المجتمع, خاصة مع صعوبة الحياة الآن ومع ضغوط الحياة والمصروفات ومتطلبات الحياة اللي اختلفت عن قبل. وإن شاء الله متأملين في الرؤية الجديدة, إن شاء الله متأملين خير عن هذا الجيل القادم, إن شاء الله سيعيش في سعادة وفي بحبوحة من العيش وفي خير كثير إن شاء الله بإذن الله. جهود تذكر فتشكر لقيادتنا الرشيدة أكيد فيما يخص هذا الموضوع تحديدا. شكرا لك مأذون الأنكحة جار الله الغامدي, وشكرا لوقتك. حياكم الله يا أهلا وسهلا, شكرا لاستضافتكم, وإن شاء الله نلتقي معكم مرة أخرى بإذن الله في أمان الله. مستمعينا ومشاهدينا, كان معنا استشارات وحوارات في كل ما يخص الزواج وعقد القران مع مأذون الأنكحة جار الله الغامدي.